السلام عليكم اخواتاتي، اليوم غنشارك معكم حلوه كيكس الشامل. عندنا 6 بيضات، عندنا قشره الحامض، عندنا زلافه صغيره الجنجلان، عندنا زلافه السكر، عندنا زلافه الزيت، عندنا كيلو د الطحين، واحد لافاني، واحد الخميره د الحلوه. دابا ملي عبسنا ديك البيضات في القسعه، دابا نزيدو معاهم السكر وغنخلطو. خلطوهم مزيان حتى يرجعو بويض مزيان، كيدوب السكر مع البيضات. ملي خلطنا السكر مع البيضات، دابا غنزيدو الزيت وغنخلطو. طبعا نزيدو قشرة الليمون حكوكة ونزيدو الجنجلان. نخلطو مزيان. دابا ملي خلطنا كلشي، دابا غنزيدو لافاني ونزيدو الطحين. دابا غنزيدو الطحين بالتدريج. زيدنا الطحين، دابا غنزيدو الخميرة د الحلوة ونخلطو. دابا ملي جمعناها هذا القوام ديالها، وهذه الماكينه اللي غنعدلوها فيها. هي كنخرجوها من الماكينه كتجي على الشكل هذا، كنحطوها في الطاوله كتجي على هذا الشكل هذا. ملي كنخرجوها من الفرن، كنخرجوها من الفرن هذا الشكل النهائي ديالها. هذا الشكل ديالها الاخراني كيف كتجي، كتجي مقرمله ولذيذه.